ازيكم عاملين ايه؟ كنت قلت لكم ان انا ايه هقعد اتكلم معاكم على انواع الصن سكرين او واقيات الشمس. الاول عايزين نتكلم ونعرف ان واقيات الشمس دي انواع مختلفة. ما ينفعش ان انت تروحي الصيدلية وتشتري اي واقي شمس، يبقى انت كده بترمي فلوسك في الارض. إيه لازم تحددي نوع بشرتك، تعرفي الاول هي بشرة عادية الجافة ولا بشرة اللي هي بتبقى مختلطة الى دهنية، ولا في بشرة اللي هي الدهنية قوي والميلة ان هي تكون حبوب الشباب. تاني حاجة هتعرفي انت عايزة تستخدمي سان بلوك اللي هو ابيض عادي ولا تنتد ولا سبراي علشان ترشيه كمان وانت برا. وبعد كده لازم تختاري نوع واقي الشمس، يعني اللي هو الشركة المنتجة. احسن شركة الصراحة منتجة لواقيات الشمس اللي هي شركة لاروش بوسيه، هكلمكم عنها برضو بالتفصيل. غير بقى نوع البشرة عشان تبقي عارفة، في واقي شمس اللي هو بيبقى بيمنع التصبغات كمان، وفي انواع واقي شمس للبشرة الحساسة او اللي هي عندها اكزيما. طبعا انت عشان تبقي عارفة لازم واقي الشمس تكرريه كل ساعتين، علشان كده ممكن السبراي سان بلوك هو ده اللي يسهلك الموضوع اوي وانت بره من غير ما تستخدمي ايدك بقى، تبقى مطرحة تراب او اي حاجة. ايه بس في مرة بقى هشرح لكم واقيات الشمس بالظبط وايه انواع اللي هي بتاعت لاروش بوزي بس والكمية بالظبط. اوكي، بحبكم اوي.